يلا نروح على اسئله السوشيال ميديا. يلا بينا. جاهز معايا؟ خلينا هنا المره دي. يلا يا جماعه، اسئله السوشيال ميديا مع استاذ طارق قنديل. دي صديقه البرنامج وواحده من النشيطات جدا على السوشيال ميديا، هبه سيد. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك، مبروك الفوز، الله يبارك فيكي. سؤالي للاستاذ طارق قنديل، كيف تعامل مجلس اداره النادي الاهلي بعد هزيمه السوبر الافريقي مع التربص بالاهلي والتقليل منه وتعاملهم مع السوبر المصري ومباراه الاهلي الاماراتي؟ تعاملنا ان كلنا ثقه في ملف الكوره وفي اللعيبه نفسها وفي اشراف كابتن محمود الخطيب على القصه والتغييرات اللي عملها وادارها، وان مفيش اي حاجه، مفيش هزه يعني. نعم. يعني الاسلوب طبيعي وده اثمر عنه الحمد لله. ان من اكثر الحاجات اللي عجبتني لما سالوا كولر في المؤتمر الصحفي ايه اللوم اللي وجهه لك مجلس الاداره بعد السوبر الافريقي، وايه قال انا محدش كلمني خالص من مجلس الاداره. يعني الحقيقه كانت ثقه وكان تعامل راقي جدا. في طبعا اجتماعات بتحصل بين كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط مع مع المدير. طبعا. انما كلها حاجات مغلقه، انما مفيش مثلا حد فينا ده صحيح. لا طبعا يعني كل واحد عارف دوره. عبد الله رضوان، مساء الخير كابتن شوبير، مبروك الاستاذ طارق. سؤالي هو ليه الاهلي بيتعاقد مع شركات الرعايه ما بيطلبش منهم ان كل راعي يمول الاهلي في صفقه من الصفقات الاجنبيه ويكون في دراسه للموضوع ده؟ كل شركه كبيره بيرعاها الاهلي تتعاقد كل سنه مع لاعب اجنبي او توفر المقابل بالدولار. هو طبعا هو السؤال الجوهري على حته اللعب، يعني توفير المقابل بالدولار. نعم. يعني مهمه دي. هي توفير المقابل بالدولار الاولانيه طبعا كحته رعايه، ان راعي يقول انا همول صفقه معينه والكلام ده بيجي مبلغ. ما انت من إن انما اللي هو النادي الاهلي كحرصه على العالميه في كل حاجه، اللي هو ان شاء الله يا رب يتطور مواضيع الرعايه ويبقى حاجات برضو ان شاء الله من بره مصر. طيب السؤال اللي بعده، امير عادل، مساء الخير على حضرتك يا ناظر وعميد الاعلام رياضه مصر والوطن العربي افريقيا. مساء الخير على استاذ طارق قنديل الخلوق والمحترم ووش السعد على الاهلي. سؤالي هو طلب واتمنى ان يوصل صوتنا للاداره تخفيض اسعار تذاكر عشان نكون متواجدين الموسم كله ان شاء الله كان الاهلي. استنى بقى، تعالى لي بقى نلف كده تاني لانه ده مهم قوي يا استاذ طارق. انه رغم التذكره ب 100 جنيه امبارح لكن الجمهور كان موجود وكان عنده حسن الظن، بس هو ممكن يضحي في مباراه، مش ممكن يضحي في كل مباراه. انت عندك 17 مباراه دوري، وبعدين عندك ان شاء الله بعد كده 8 مباريات تاني، ادي 25 مباراه في الدوري العام ولا 26 مباراه في بطوله الدوري العام، وعندك بطولات كثيره. الناس ممكن تضحي في بعض المباريات، لكنه التذكره ب 100 جنيه غاليه وب 75 جنيه برضه غاليه. عملتوا حاجه جميله جدا السنه اللي فاتت، خفضتوا ل 50 جنيه. فالناس بدأت تحضر شوية، هل في نية السنة دي انه ممكن تقفوا بجوار جمهور النادي الأهلي في موضوع التذاكر؟ هقول لك حاجة، هو في تميز في النادي الأهلي برضه في حتة ان وجود لجنة للمباريات. ماشي. يعني دي حتة متميزة ان في لجنة مسؤولة عن المباريات للإعداد ليها وكده. التذكرة كانت أعلى من كده، اللي هي 100 جنيه بتاعت الماتش اللي فات وتم تخفيضها انها وصلت ل 100 جنيه الدرجة الثالثة. تكلفة التذكرة ليها علاقة برضو بحاجات معينة متعلقة بالشركة اللي بيتم تعاملها، لكن طبعا يعني أنا واثق إن شاء الله إن دايما هيبقى يعني هيبقى في تطور في القصة دي. يعني بضم صوتي فعلا إن إحنا إن شاء الله نعمل عليها نبقى أكبر قدر. طبعا جميل جدا. جمهور النادي الأهلي لا يزيد سعر التذكرة بأي حال على 50 جنيه، وحضور جمهور النادي الأهلي لا يوازيه بالظبط، وهم الحقيقة ما بيأثروش طبعا. لما تجي له مثلا في نهائي افريقيا، في قبل نهائي افريقيا، في ربع نهائي افريقيا، مش هقول لك لا، لكن مباريات في الدوري من حقهم يعني. اللي بعد متضامن وهشجع عليها 100 100. عصام السيد، تحياتي لك دكتور طارق قنديل وتحياتي الكابتن شوبير، عاوزين نعرف اخبار استاد الاهلي، اتكلمنا عليها. الف مليون مبروك لكل جمهور الاهلي في كل مكان، عايزين نعرف اخبار استاد النادي الاهلي، اتكلمنا عليها. رساله خاصه للكابتن الخطيب، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن بيبو، وصحه وسعاده دايما يا رب، ربنا يبارك فيك. ناخد اللي بعد. محمود جمال، حابين نسال حضرتك امتى هنشوف الاهلي في منصات في كاس العالم وغيره، ما يكونش فارق معاه بقى ريال ولا غيره ان شاء الله، واي المواصفات المطلوبه ان شاء الله يحصل. ان شاء الله يحصل بامر الله. اللي بعد، ابو صالح، حلقه عظمه على عظمه تدرس من النظر. دلعتني كده ابو صالح، شاكرين يا سعاده. دلعني نظر طب نظر العالم الرياضي ربنا يعزك يا رب. اللي بعد، مجدي محمد، استاذ طارق قنديل الف مليار مبروك لحسن النادي الاهلي، عايزين نعرف اخبار استاد الاهلي، ايه اللي تم البدء في بنائه ولا لسه؟
هو انت جاوبت بس جاوبت اتكلمنا عليها اللي هو الشركه شغاله وان شاء الله قريب هيبقى ان شاء الله قريبا. اللي بعد رجب عبده، روح النادي كابتن واستاذ طارق قنديل واحد من الناس المحترمه، بس ممكن سؤال، هو ليه كابتن بيبو ما احتفلش بالسوبر المصري؟ كانت صوره باينه، هو واضح انه كان مشدود جدا، كان متوتر جدا طبعا. كان محمود خطيب كان مشدود مع مع الماتش وضربات الجزاء. نعم. وخلي بالك المسؤوليه بتفرض، لان هو المسؤول عن ملف ده صحيح. نعم. وكان نفسه اللي هي ضحكه امبارح بقى، كان نفسه يشوف الفريق بالمنظر ده صحيح. اللي بعد ليلى المسلماني، استاذ طارق حضرتك انسان محترم جدا في تعاملك واسلوبك حتى خارج النادي، والكل بيحبك في البنك، لك تحياتي وتقديري لشخصك الكريم. شكرا يا استاذ ليلى. اللهم اجعلني مثل ما يظنون يا رب، واغفر لي ما يعلمون يا رب. اخر سؤال احمد البناء، استاذ طارق مين الشخص الانسب لنائب رئيس مجلس اداره النادي واحنا هنا بامريكا في انتظار النادي الاهلي العالمي؟ كل التوفيق ليكم، عنوان السعاده الاهلي فوق الجميع. تعالى لي بقى هترد. مين الشخص الانسب؟ ما انا بتكلم على رؤيه. نعم. اللي هو حاليا في الدوره اللي احنا فيها دي. ان يعني نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو يعني الله يرحمه عليه رحمه الله. فعايزين نحتفظ برمزيته. نعم. الحمد لله العجله ماشيه على، واذا فرضت عليكم الانتخابات هيبقى طبعا هذا امر بقى اكيد هيكون فيه شخصيات النادي الاهلي محضرها باذن الله لهذه القصة. أكيد طبعا. وأتمنى الناس كلها تتجاوب، لأنه في حالة استقرار كمان جميلة في المجلس. طارق الحمد لله كنادي مجلس هدوء واستقرار وكل حاجة.